يروى أن أحد الصالحين جاه واحد دار بزاف ذنوب، قالوا يا فلان ربي يغفر لي، قالوا ربي غفور رحيم اللي رجع ليه ربي يغفر له، قال اوه ما نظنش، قالوا درت بزاف الأخطاء، قالوا هو اللي قال ربي يغفر ويرحم، قال اوه ما نظنش، قالوا ربي يغفر لك كلش غير الأخرى هذه اللي درتها دوك اللي هو اليأس، معنى ما تيأسش من رحمة الله. ربي قال لا تقنطوا، احنا علاش لماذا نزرع اليأس في قلوب الناس؟ لماذا؟ حتى ممكن يكون إنسان عاصي ربي يهديه ويتوب يولي بسم الله ما شاء الله عليه يعوض كلش قادر، لذلك لن يأس. وثاني قالنا جميعا كذلك كنتم من قبل، حذاري واحد يغطر يقول أنا سلكت ولا أنا لابس بيا، غير ربي ثبتنا برك. ربي قال في سورة إبراهيم في الآية 26-27 يثبت الله الذين آمنوا، لذلك نسأل الله الثبات، يثبتنا في الدنيا ويثبتنا في الآخرة وعند أول منزل من منازل الآخرة اللي هي القبر. علاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.